الحضور ديالي في هذا الحفل هذا ديال لونسمون ديال لا نوفيل سيري سول ودموعي ديال ام بي سي 5. انا فرحانه بزاف وفخوره بزاف انني شاركت في عمل بهذا المستوى هذا وفي المع 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 نجوم وفنانة ديالنا اللي كان عندي الشرف انني نشتغل رفقه ديالهم ونشتغل معاهم ونبارطاجيو بزاف 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 ديال الحوايج زوينين وكنتمنى ينال الاعجاب ديال المشاهدين. كنلعب شخصيه ديال ندى اللي هي طبيبه وكتمارس المهنه ديالها بحب وشغف حياتها كلها وهي فانيها في القرايه والدراسه والاشتغال. ما كانتش كتفكر نهائيا في الارتباط حتى غادي دير واحد اللقاء اللي هو غادي تعتبر انها اللي غتعتبر راسها فيه انها محظوظه وغتكون فرحانه بزاف انها تلاقات واحد الشخص اللي بدل لها لا فيزيون ديالها لكنها غادي تصدم. كأي دور انا كنقراه مزيان كنشوف منين داز شمن مستوى يعني واش البيرسوناج قاري ما قاريش منين داز شنو هما المشاكل ديالو السابقه وكنتقمص الشخصيه على حسب منين جايه. دونك هاد الشخصيه هادي ديال ندى انسانه اللي تربات واحد لا كلاس اللي عندها نيفو فينونسي عالي بنت الفشوش ولكن او ميم طون كتبغي خدمتها وكتبغي القرايه كتبغي توصل بالمجهود ديالها الذاتي. دونك غادي تشوف واحد الشخصيه هادئه وشغوفه طموحه بزاف وملي غتوقع في الحب غادي تكون مالادغوات لانها بحال اللي قلت لاول مره كتخلي راسها تطلق وتعيش علاقه حب. زهير بهاوي عنده واحد لو كاريزم زويون واللي فيه اللي انا كيعجبني فيه شخصيا عنده واحد لو غوغار فيه واحد البراءه خاصه وهاد البراءه هادي محتاجها الدور وكيلعب واحد الدور اللي هو ما بعيدش عليه بزاف كيلعب الدور ديال الفنان ولكن فاجئنا ان من اول تجربه ديالو دخل بالزربه في الشخصيه وان ما لقاوش معاه صعوبات بزاف باش يتادابتا. دونك تبارك الله عليه عنده موهبه لي بيان سور إلا كان هو حاس بان بغى هذا المجال غادي يزيد يسقلها مع الوقت ومع التجارب ديالو في لي تورناج ولكن بوغ اون بروميير فوا إلي تي فريمون على اوتور. انا ما تنشجعش مغني يدخلوا هذا المجال كنشجع اي واحد عنده طموح ولكن عنده سورتو الموهبه. إلا كان عنده موهبه وطموح علاش لا المجال ديال التمثيل مفتوح لاي واحد كيطمح وعنده سورتو 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 الكفاءة أنه يمكن له يتقمص الأدوار بصدق وعنده واحد القدرة على عنده واحد الانتليجنس ايموسيونيل أنه كيقدر يتفهم الشخصية واخا ما تكونش هو حيتاش مهم بزاف أننا تكون عندنا ديك القدرة ديال نخرجوا من ذاتنا وندخلوا في ذات أخرى. دونك الإنسان اللي ما عندوش هذه القدرة هذه أنه يلعب بصدق من الأحسن يبقى في المجال ديالو أما إلا عنده هذه القدرة هذو كيحس براسو كابابل لما لا. بالنسبه لي بحالهم بحال المغنيين انا كنشجع مثلا المؤثر الا كان هو داخل هذا الميدان هذا ديال التمثيل وهو عنده الموهبه وعنده الكفاءه اللي تخليه انه يدخل في شخصيات اخرى ويتادابط مع لو تورناج ولكن انا كونتر المؤثرين اللي تيدخلوا هذا المجال هذا هما ما عارفينوش وما باغينوش غير من اجل الشهره. هذا المجال هذا ماشي ديال الشهره هذا المجال ديال الفن هذا خاصك تكون فنان و ان فري ارتيست. هو لاسبي كوميرسيال المونتاج كيفكر فيه اكيد باش انه كيدير مونتاج ما يمكنش نلومو لان كيدير جميع الوسائل باش يخلي الفيلم ديالو يتشاف اماكسيموم غير هو كنطلب زعما من المنتجين انهم ما يجيبوش اي واحد خاصهم يجيبوا الا بغاو يجيبوا مؤثر على ود لي فالورز ديالو يجيبوا كوميم شي واحد اللي عنده لو تالون واللي الي ابط باش انه يدير الفن فنان.
عزيزة عليا الجرأة وما عندي حتى شي مشكل انني ندي دور في الجرأة، لان هذا المجال هذا خاصك تكون جريء فيه وخاصك دير شي حوايج اللي كيخليو المشاهد يعيد النظر في شي حوايج وكتخليه يتزعزعهم، باش كومسا المواضيع اللي مسكوت عليها يتناقش فيها. دونك اكيد الجرأة مهمة بزاف في الميدان الفني. جو تروف كو سي دوماج ان كان واحد التدني ديال الاخلاق، و سي دوماج لان انا بالنسبه لي الفنان اللي ما عندوش اخلاق ما يمكنش يكون فنان، لان الفن فيه لا جينيروزيتي، فيه الاحترام، فيه بزاف ديال الحوايج زوينه اللي مهمه باش انك تكون صادق وتعطي لو ماكسيموم بوسيبل ودوز دي ميساج مزيانين. الا كنا كنشوفوا ناس كيتعطاو داكشي صافي دوك ماشي فنانه وما عندهم حتى شي علاقه مع الفن. حاليا كيدوز مسلسل اخر ديالي سميتو كلها وطريقو، كتم الاعاده عاوتاني ديال مسلسل هينه حتى هو، حاليا انا حاضره بقوه في التلفزه المغربيه وكنوجد لكم مجموعه من الاعمال ان شاء الله غادي تشوفوها قريبا، وحتى في الغناء غادي نطلق ان شاء الله نوفو سينجل اللي غادي يخرج في هذا الصيف ان شاء الله. كانت تجربة رائعة، مسلسل هينة ما بين أحسن المسلسلات وأحسن التجارب اللي عشتهم، لأن البيرسوناج ديالي اسمهان كان واحد البيرسوناج اللي فروجي وتيفوج، وأنا شخصيا استمتعت أنني نقوم به لأن سبيسيال وخرجت فيه بزاف ديال لي كوتي اللي اكتشفوهم فيا الناس. غادي تشوفونا في عمل هو كمخرج وانا كممثله وككاتبه كذلك، لانني كنكتب سيناريو حاليا كان فيناليزي باش ان شاء الله غادي يتم الاخراج ديالو من طرف الزوج ديالي، وكممثله ايضا، ولكن هو باش يلعب معايا دور زعما نبان انا وياه ما كيبغيش، ما كرهتش انا. انا الجمهور هو اللي ما كيخلينيش نبعد، لان فين ما كنبعد كنلقاهم كيقولوا لي ديري لنا لي ستوري، بغينا نشوفوك، بغينا نشوفو بنتك، بغينا نشوفو واش كديري. دونك سا في انورميون بليزير انني نبارطاجي بزاف ديال الحوايج مع البوبليك، وانني نتواصل معاه ونهضروا على مشاكلهم، نهضروا على بزاف ديال الحوايج ونضحكوهم مره مره بوكو با، حيت هذا ان كوتي لي فيا. انا انسانه اللي كيعرفني تيقول لي انت ظريفه بزاف ودرويشه بزاف، ولكن عندي واحد لو كوتي ديال انني ملي كنشوف شي حاجه كضر ولا شي حاجه كتزعج ولا شي حاجه اللي ما خصهاش تكون ما يمكنش نسكت عليها وما نهضرش عليها. انا من هاد لو جونغ هذا اللي ملي خصني نشوف شي حاجه كضر خاصني نهضر عليها. شكرا لقناة لالا مولاتي، وشكرا لمتتبعين لقناة لالا مولاتي اللي دائما تيدعموني وتيساندوني وتيتسناو الجديد ديالي. كنقول لكم سينو سولو دموعي، لان مسلسل غادي ينال الاعجاب ديالكم اكيد. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.